الصوم الأربعين المقدس، اليوم 25. الإيمان هو لقاء الله الحي الذي ظهر لنا عبر التاريخ. في الوحي الله غير المنظور يظهر للناس كصديق لأجل أن يدعو كل شخص للمشاركة في حياته الخاصة، لأننا من الله خرجنا على صورته ومثاله، فلنا هذا أيضا من خلال المسيح الذي هو كلمة الله المرسلة لأجل خلاص كل إنسان. من خلال حوادث التاريخ المقدس، كلام الأنبياء الذين أعطوا المعنى لهذا الخلاص، كانوا هم علامة ظهور الإيمان في العهد القديم والذي يشير إليهم وأكثر من ذلك. فنحن نعرف الله المرئي بواسطة يسوع المسيح الذي هو صورة الله. نحن نذهب نحو الله من خلال الاتحاد الحر بيسوع المسيح، من خلال اتحاد العقل والقلب معا، لأن محبة الله قد أفيضت في قلوبنا بالروح القدس الذي أعطي لنا، كما يقول بولس في رسالته إلى أهل روما فصل 5. فالإيمان إذن هو أسلوب النظر في الحياة في التاريخ على ضوء الروح القدس الساكن فينا، ولكن في الوقت نفسه أن ننظر فيما وراء التاريخ، ومن خلال هذا نصبح أكثر واعين للحقيقة الأساسية والأكثر عمق، أننا مخلوقين لحياة أفضل. في هذا النور، نور القيامة، الله يدعونا بذات الطريقة لكي نختبر هذه التجربة الإنسانية ونولد من جديد بواسطة الحب والألم والموت، لنصل في كل هذا إلى فرح القيامة، إلى النور الجديد في العلاقة مع حياة السيد المسيح الجديدة، لأن المسيح هو الألف والياء لحياتنا. آمين.